وقول له مثلا خذ 500 خذ 600000 يأخذ. اي انسان يأخذ، اي انسان يأخذ لك والله كذا. ما ادري وش الناس ما تعرفهاش، راهي الناس ما وصلتش مثلا شباب تو وصل عمره 25 سنه و26 سنه ما شدش مثلا 500000 في جيب. ما تعاش كيما مثلا متمتع برشا عباد. لا في الجبل اعطوني طريحة، جماعة الحاكم الجيش والعوين اعطوني طريحة، قالوا لا يتواصل في الماكل الارهاب. الارهاب يغر، الارهاب يغر، يغر مهما يكون والله كذا ما ادريش، يغر ينجم يعطيك يغر. اي انسان انا كينا راهو يكذب عليك يقول لك ما يغرنيش ارهابي ولا يغر. والله لقيتنا غير نعطيهم هم الا ناكلوا. بتعب بالحق شباب، تعب كيك مش شباب كيك من ببنيت مثلا انه الانسان وصلت مثلا بالحق شباب ما عادش تهمش، ما عادش في حد شيء. انسان ما بلسش كيما نديد وما تبتعش كيما نديد مثلا، ما عملش تليفونات ما عملش انترنت كيما العباد هزتها ال 24 ساعه هزه. تشوف في التلفزه ظل هزه، وتشوفوا اي بلاد مثلا تدخل بلاد متطور شويه هزه على فيدو. سميش نحن هذه ما درتش، نحن تو انا تو عمري مثلا 28 سنه ما نعرفش نحلوا الانترنت، ما نعرفش نحلوا اصل بالحق. وتقول لي مثلا ما تاخذش فلوس ناخذ، انا لو كان يعطيني 500000 ناخذ. انت ارهابي كان يجيب لك 1000 دينار تمشي ناخذ، والله ناخذ كذا ما ادري وش يفوتني مثلا شهرين ناخذ. انا علاش ما ناخذش؟ اي انسان انا كي يكذب عليك يقول ما ناخذش او ياخذ بين. علاش الانسان بالحق عباد تعبت، انا عباد تهمش تيسر، عباد تهمش تيسر، وعباد تعبت، وعباد ماذا بالحق ما لحقتش حتى لا حاجه. ان كان بعائله ما لحقش، كان الشباب ما لحقش، كان بالحق الانسان تعب 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 نقص حد، تعب نقص حد. الناس اللي تورطت مع الارهاب حسب رايك معناتها من الشباب اللي موجودين في المحيط القصري كل شيء معناتها اسباب ماليه اللي كانت تدافع؟ والله شوف انا كينا الانسان باش يشوف علاش. ونحن تو لو كان وقعت مثلا من الجهه وتعرف عباد كل شيء ممكن، ممكن لو تعرف عباد مثلا من جهتك اصل يمكن السؤال هذا مثلا تعرف. اما نحن بكل صراحه يعني بكل ذيما يعني تنجم تقول مثلا فلوس تغريد فلوس تنجم تقول. اما شوف الارهاب ممكن في المره الاولى يمكن مشوا على طريقه، اما حاليا بالامن وكل شيء والمشاكل اللي وقعت وكل نجم يغرض فلوس ينجم يعمل المنطقه كامله الارهاب، نجم منطقة كاملة تو في الحالة هذه نجم بالفلوس نجم يغرض منطقة كاملة تمشي معه. أما قبل يمكن مشوا على السيستم، السيستم يمكن مشاش معاهم. سمحني فسر لي معناتها نحب نفهم النقطة هذه. قبل راني قلت قبل يمكن كيبدوا الإرهاب هذه كيبدا من المرلولة يحكوا على الإسلام صحيح ومشوا بالموضوع هذاك، لكن اكتشفوا كل شيء واكتشفت من الدولة. نقول لك تو يمكن بدوا تغريد الفلوس، يمكن تو يمكن تو يشرف في العباد، يمكن ينجم ياخذ لك منطقه كامله كذي يغرضها بالفلوس تصبح كل رهيب. ما عادش حتى الانسان يبقى مثلا تابع تونس، يمكن تصبح كل تابع وسط.